باش نحكيو على العنف في الملاعب، وهي ظاهرة خطيرة للأسف ماشي وتتفاقم بشكل كبير في بلادنا. نحكيو على آخر الأحداث اللي صارت في ديربي تونس، يعطيك الصحة، في ملعب رادس. لهنا وزارة الرياضة تقول إنه قيمة الخسائر قدرت بمئة مليون، شنو رأيك؟ وحتى أكثر عليه. تو أنا حضرت في دربيات قبل في المنزه قبل ما يتبناها رادس، ثم عقلية تو عقلية نتاع تو أختي العزيزة، فهمتش يعني مش باش يتفرج في طرح، ثم شكون يهز معاه صغار ويهز معاه دارهم يهز تو. ولت ما عادش ولت أكثر من المظاهرات هذه وأكثر من الثورة، معناها الردع هذه راه يلزم شوف راه الردع عنده قيمة كبيرة ياسر. مش هذه مثلا شديته ثم حقوق الإنسان وتعمل له محامي وتعمل له ما نعرفش شنو وخرجوه عنده الحق، الردع كيما قبل ما تعملش ما فهمتي تو كيفاش بالضبط. بون هنا رجعوا نحن الموضوع، انا معناها تو حس ما شفت في اليوتيوب وشفت، انا ما مشيتش عندي سافي لونتون، اللي شفته نتاع انسان لطف يهودي شد مسك الغادي مثلا، ما عادش ناس عائلات ناس نار ناس حجر عليها هكاك. انا نطلب من السولات مش لا اللغه لا حتى من السولات، طالع جيل اختي العزيزه ياكل في الدواء، انواع نتاع دويات دخلت من بعد الثوره مش نورمال، بالطبيعه باش يولي يعمل هكاك. تو ثم واحد في عقله يا عباد الله يوصل يضرب عون، ولا العون زاد مو باش يضرب باش يحامي على روحه، وجا ظلمك العون مش نيرالي معناها مع محايد مع الحق يعني. شنو عاون بالعصي ناس من جابتها العصيه هذيك وفلاميت وضر هذه اكثر من 60 عون ضر عليه يا عباد الله. انا نطلب من السلطات معناها حتى وزاره الداخليه، شوفي صدقيني كان تولي ضرب اللي شدوه فلقه كيما قبل واحد، اقسم بالله العلي العظيم ما تولي ناس عباره ماشي الروضه، مش ما عادش ملاعب هذه، ولا واحد يخاف حتى باش يهز ولده معاه ولا ما نعرف شنو، ما عادش معناها يا لطيف. وظاهر اخرى بالله تو والله تو صارت مرتين في المترو، مترو 5 هذاك مع ولا ما عادش المترو ولا نتاع بركاجات، معناها تبركاجه حتى في الستاد راه وقعت برشا ناس يفوقولها في تليفونات ناس بلا يقول قايل علاش ولينا هكا ولينا هكا التونسي علاش ولا هكا، مش راهو يكذب عليك يقول لك مسيسه ولا دخلت فيها السياسه، هذه كله هذه كله بعيد، هذه ناس صغار اعمارهم في العشرين سنه، تو ما تلقاش واحد عمره 30 سنه واكثر من 30 سنه باش يعمل الحاجات هذيك اختي العزيز، فهمتني؟ هذا ما ناس من 20 طون من الثوره معناها دخلوا ولا كراب وواحد وذكروا فيه مخلفات كبيره 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 ياس، كانتش صغيره خي تعطيه راب تغني له على الملاعب وعلى الستايل وعلى الغبره وعلى الواحد، هذه اللطف راهي ماشيه فيها ويا البلاد راه. نحن جينا نتعدى ولدي نحب بعد وزيد لي بارون بالله هذه راهو لي بارون عندها قيمه كبيره ياس. شنو ولدك ما تعرفش عليه فين مشى فين جاء مع شكون، هذه راهي تسيبت راهي افه، هذه نطلب من السلطات الدواء الدويات يسيبوا لهم فيهم ولا ما نعرفش ولا حتى الكوكايين حتى يولدي لاتيف في كولومبيا، نحنا يولي هو ياكل الشيء هذاك وباش يدخل عنده اهداف، لا تقول لي سياسه ولا تقول لي يا ولادي حاولوا هذه ظاهره يحاولوا كيفاه وزاره الداخليه تسيطر عليها قبل ما يفوت الاوان، تولي اي واحد يمشي للاستاد باش تولي جرائم قتل، تصوري جاي المكشخه تلعب معنا مع الكلوب والمكشخه في ما باش تطيح ارواح عليه يا عباد الله. هذا ما ماذا بينا ينظروا نظره بالحق وينظروا فيه الموضوع هذا. انت حكيت على بعض الاسباب كيما معناتها المخدرات انواع المخدرات، ثم شكون يقول لك لا راهو العنف هو عقليه عند التونسي؟ لا 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 هي المخدرات النوع نتاع هذه النوع نتاع حرابش ما نعرفش حتى نسميها انواع، راهو معناها كي ياكلها يستعملوها في الحروبات ولما باش ما يخافش راهو يضرب. انت تفرجي ارجع شوفي في اليوتيوب كيفاش راهو ضرب حرب، ما عادش بارتيتا كيما يقول الطلياني، ما عادش بارتي فهمتي، وان شاء الله ربي يقدر الخير. اما ديما اللفته ذي وزاره الداخليه هي اللي تنظر هي اللي تنظم هي كل شيء، مش راهو يدي اللطف يا لطيف راهي باش تيح صدقني كان جت المكشخه تلعب راهي تحت ارواح، علاش ما نعرفوش علاش. ثم واحد يا عباد الله ماشي وانا خسرت مثلا نيكيبتي ولا ربحت ولا من هنا اي نشدوا بعضنا ناكلوا بعضنا، تو هذا معقول؟ ونار من يسوي من يشعل ومنين وفلامات فينو فلام كيفاش باش يدخل الفلام؟ ينجم يزوز لك بومبا تو هذاك قنبلة نعرف عليه انا، اش باش يعمل اش باش يريقل هذا، جاي ناس اهدافها تحب تبوظ اي حكايه في الرياض سيرتو الفوتبول معناها نتاع تونس، ما كناش حكايه
وان شاء الله ربي يهدي. وذاك ديما اقول لفته صحيحه راهي وزاره الداخليه هي تنجم تسيطر على الوضع. انت قلت انه عندك مده مع الشمشي الملاعب التونسيه، علاش؟ لانه بسبب هذه المشاهد اللي قاعدين نشوف فيها يعني واحد ولا خايف؟ نهز معايا ولدي يعني. ولا ولدي وبنتي مثلا ولا ولد خويا ولا كذا، نخاف نولي ما عادش يا اخي. واحد واحد تصوري اف ابوي طيشوه من الفوق، معناها تصوري حجر منين جابوه؟ ايش هذه القصه معناها؟ ان شاء الله ينظروا لفته باهيه، ولو كل شيء يتصلح ينجموا يسيطروا عليه الوضع. سيرتو هذه حكايه المخدرات اللي قاعده تدور للصغار، فهمتي؟ ولا بالحق اقسم بالله هذه راهي ظاهره كبيره ياسر، ويشد والردع والبركاجات في المتروات. انا قلت لك والله توا جاء زوز تقريبا بالغاز يضربوا ناس في نحاك. هذه كل محطه واللي يشدوه يتوبوه، مش يشدوا من هنا القضاء يسيبوا من غادي. ما هو شنو صغير واول مره؟ ما فماش اول مره، نحن صغار كنا حتى ما نعملوش شيء هذا. حتى في البحورات راه تو في البحورات شيء عجيب زاد صاير، وتشوفيها من ناس نضاف تقولي باهين بالاربعه بالخمسه يشدوا واحد يفكون سوا في الستاد، فهمتي يا اختي؟ باش نحكيو على احداث العنف اللي صارت في مباراه الدربي مؤخرا، نحكيو وزاره الرياضه تقول انه قيمه الخسائر قدرت ب 100,000 دينار، شنو رايك؟ ينجم يكون، ينجم يكون اختي، اما احنا كيما قلت لك راهو ريت الواحد يمشي يتفرج في ماتش كوره يزمو يرايف سيلش راهو، حتى كيبي تخسر نقبل، نقبل خسر. احنا كي خسرنا ربيت الابطال الافريقيه عملنا حتى شيء، رجعنا كيما كنا نكاورو وربحنا وماتشواتنا وتمشي الدور العجله، سامحني بالكلمه الدور العجله، مش تقف على ماتش واحد راه لابد باش تجي. احنا النادي الافريقي جمعيه كبيره وتحب، انا واحد من الناس تحبها ترجع كيما كانت قبل، النادي الافريقي باسمها راه مدرسه عريقه تبقى ديما دوما اسمها، تحبها ترجع كيما كانت قبل، فهمت اختي؟ وتجيب اجيال وتلعب ابطال وتجيب في بطولات وتجيب في كؤوس، ماش عام واحد مثلا باش تخسر الدنيا كيما نقولوا فيها وما فيها، لكن تبقى ديما جمعيه النادي الافريقي جمعيه كبيره، فهمت؟ لكن حاجه واحده يلزم العنف في الملاعب هذا يتنحى وكهو. باش نحكيو على الظاهره هذه اللي ماشيه تتفاقم بشكل كبير في بلادنا، علاش ولينا نشوفوا في مشاهد العنف في الملاعب التونسيه؟ علاش؟ من كيما قلت لك من العقليه، من العقليه وبتاع التوانسه اللي كان اللي معناتها يمشي للتيرا على اساس باش يضرب، ما يهموش في خوه في ابوه في امه في عمته في جاره، وما يهموش اعطيه برك يخرج هو يمشي للتيرا باش كيما انت شفت في ماتش الدربي، معناتها دبيبز من بدايه المباراه دبيبز على التيرا، مدربين تضربت، لا مش على خاطر تدرب التراجي تضرب ولا حاجه، لا ما تجيش. راه واحد باش يمشي يتمتع بمقابله يتفرج يقبل كيما يقبل الربح يقبل الخساره، معليش العنف نحبوه يتنحى. انا ماذا بينا ننظموا كوب دافريك، من شوف قطر شوف الدول الاوروبيه عليها كيف في بلادنا، بيسيلش راه ما فيها باش نسمعوا نهار كي تونس باش تنظم كاس افريقيا كيما كانت قبل 94 و92 و2004 و2002، بيسيلش نرجعوا لايامات زمان اللي باهيه. علاش ما نعملوش الحكايه هذه وننظموا رواحنا ونحوا علينا عنف؟ راه اسمه عنف ملاعب يزينا، ما واحد يمشي للتيران يحب يمشي يهز مرته يهز اخته يهز ابوه يهز بنته يهز، ما عادش توا شكون يهز، يخاف يخاف تصير فيه كارثه في التيران. انا عندي صاحبي في حومتي قال لك روحت بالسيف من جمهور الافريقي، راهو جمهور الافريقي روحت بالسيف عليه. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يا رب نجيو نهار كي ونسمعوا بالتيرانات وقفت فيها معناتها ولات منظمه ولا جمهور يتفرج ويروح رايد ما ثم حتى شيء. انت قلت انه العنف هذا للاسف عقليه عند التونسي، كيفاش نجموا نغيروا العقليه هذه نتاع العنف؟ بروحنا نبدلوه بالنظام نتاعنا، نمشي للتيرا راني نخمم هذاك ملكي انا، ملكي انا مش ملك الدوله، ملكي انا تاعي هذاك، مش نمشي انا نهار اخر نقعد على كرسي نظيف كرسي صحيح كرسي باهي، ما نقعدش على كرسي مكسر ولا حشاك حديده، ونجي نرجع للممار نقول هذايا علاش تكسر من العنف، نحب نمشي انا نرتاح نبقى حتى كي نهز امي نهز مرتي نهز بنتي تتفرج معايا ومن غير كلام زايد حشاك حشا قدرك وكلام بذيء وما غير عنف، ونمشي ونكملوا المقابله وتربح سوى ربحت حتى كان ربحت التراجي. والله العظيم صدقني جمهور التراجي ما يعملش، لكن ربي يهدي صفه من الجماهيريه مش سمي كل تركي، ما قلت لك راهو جمعيه النادي الافريقي جمعيه كبيره 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 تبقى ديما باسمها النادي الافريقي، مش نحامي عليها خاطرني من الترجي الرياضي التونسي، لا بالعكس هذه جمعيه كبيره تبقى النادي الافريقي.
وان شاء الله ربي يهدي الناس الكل وترجع كما قلت لك اللاعبين تتفرج في الملاعب كما كانت قبل. جمهور الترجي جمهور الافريقي جمهور الترجي جمهور الملعب التونسي جمهور الترجي جمهور النجم كما كانت قبل ان شاء الله يا رب. احنا نصلحوا في البلاد ما نزيد نردموه، حرام راه الحرام اللي قاعد يصير في الملاعب نتاعنا من جمهور من فئه من الجماهير، ربي يهديها وكاو.